السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو السريع نشرح فيه موقعا مهما جدا لمعلمي الأونلاين وخصوصا معلمي القرآن الكريم، موقع قرآن دوت كوم. هذا الموقع يعني من المواقع التي يمكن الاعتماد عليها في تعليم القرآن أونلاين. الموقع يتميز بأنه يعرض الآيات بشكل يعني واضح للطالب، يعرض الترجمة باللغة الإنجليزية، يمكن قراءة السورة أونلاين أيضا بأصوات كثير من القراء. جميل، ممكن آية آية أو ممكن تلاوة السورة كاملة. هذه الواجهة الرئيسية للموقع. طبعا يعني هنا بعض الأدوات أو القائمة الخاصة بي، في طبعا موجود موبايل آب، جيد. هنا ممكن أوديو أو صلاة أو سنة، جيد. يعني أنا كمعلم سيفيدني هذه الواجهة، جيد. طبعا هنا ممكن اختيار لغة أخرى، عربية، أردو، أو لغات أخرى ممكن تركية والفرنسية والإندونيسية، جميل. هذه الواجهة فيها كل صور القرآن، وهنا الكويك لينكس يعني آخر صور تقريبا قمت بفتحها تجدها موجودة هنا. لو فتحنا مثلا سورة الفاتحة سنضغط هنا سورة الفاتحة، جيد. أو يمكنك كتابة السورة هنا، يمكنك كتابة السورة هنا مثلا سنكتب مثلا هنا القلم، جيد. طبعا لابد أن أكتبها بشكل سليم، قلم مثلا، أكتب كلمة قلم ستظهر لي صورة القلم، أضغط عليها لهذا الشكل ستفتح لي صورة القلم. لو لاحظنا هنا موجود هنا هذا لينك الموقع زائد 68، ما هي 68؟ هذا رقم السورة. لو وردنا هنا سنجد السورة موجودة هكذا، لو ضغطت على نون سنجد القراءة أو الترجمة، جيد. هنا عندما أضغط على أي كلمة أجد ترجمة الكلمة، أو ممكن هنا ترجمة الآية كاملة، يمكن هنا تشغيل البلاي لتشغيل صوت القراءة. والقلم وما يسطرون، وإن لك لأجرا غير ممنون. جيد، ممكن طبعا أفعل إيقاف، ممكن أقوم بعمل كوبي لترجمة الآية والآية والترجمة الخاصة بها، ممكن مشاركة الآية على الفيسبوك أو على تويتر، هو من المواقع الطيبة جدا. طبعا يمكنني الذهاب إلى السورة من هنا، أضغط هنا وأذهب مثلا إلى سورة الكهف، جيد. فهذه سورة الكهف، وهنا أختار رقم الآية الموجودة مثلا رقم آية 100 من سورة الكهف، فتظهر لي بهذا الشكل. هو موقع طيب جدا، يعني في بعض الإعدادات أستطيع أن أنا أختار شيخا معينا من الشيوخ، جيد. حجم القراءة، حجم الخط باللغة العربية، يمكن تكبير الخط أو تصغيره. الترانزليشن، حجم الترجمة، هل أريده أن يكون كبيرا أو صغيرا بهذا الشكل، جيد. فالموقع رائع جدا. طبعا هنا ممكن أختار الشيخ الذي يقرأ، أختار الترجمة، جيد. نعم، ممكن أختار هنا ترجمات القرآن الكريم، جيد، من هنا، جيد. وهنا بعض الإعدادات أيضا. فهو موقع طيب جدا، أنصحكم به، قرآن دوت كوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.